برحب بحضراتكم مرة تانية معانا في صباح النور، ونتكلم دلوقتي عن لعبة الملوك أو لعبة الشطرنج. يعني تلاقي كده في البيت وبيوتنا زمان، جالك ضيف، أخوك، بابا وابنه في البيت، يعني الحوار يعني يشتد كده والنقاش، تقول له طب تعال لي دور شطرنج، والدور بقى يقعد ساعة واثنين وثلاثة، وحالة من الصمت والهدوء والاستمتاع، وتحس كده ان هي ايه، طب يا ترى مين فينا اللي ذكائه وتفكيره هيجيبه ان هو في الاخر كش ملك. لكن ازاي ممكن نعلم ولادنا في سن صغير اللعبة دي؟ وهل هي مجرد لعبة ولا فعلا بتنمي قدرات مختلفة عند الأطفال؟ ودلوقتي كمان بقى في اهتمام كبير، بقى في بطولات كبيرة بتتعمل، وده بيبقى حافز لأولادنا، وزي أي لعبة وزي أي رياضة ممكن كمان يمثلوا فيها اسم بلدنا بره مصر. تعالوا نعرف أكتر، ممكن نبتدي مع الأطفال من سن كام، وإيه الخطوات اللي احنا ممكن كمان ناخدها في ده، مع كابتن شريف أشرف مدير فني منتخب مصر للشطرنج. صباح الخير يا كابتن، منورنا. ويعني مميزات لعبة شطرنج بقى للكبار أو الصغيرين، يعني إيه اللي خلي الناس تتحمس إن هي بدل ما تلعب ألعاب كتيرة، خاصة الألعاب اللي هي قاعدين في طاولة، في حاجات كتيرة جدا منها الشطرنج؟ ليه الشطرنج؟ يعني هي مختلفة شوية عن الطاولة والحاجات دي طبعا، لأن فيها درجة تعقيد أكبر بكتير. يعني بالنسبه للكبار هي كدراسات هي مفيده شويه في ان هي بتحمي من الزهايمر، ده بالنسبه للسن الكبير. يعني الاطفال بتاخد شكل مختلف شويه، لان هم انت في البدايه هو لسه صغير بيبتدي يتكون على فكره التفكير ازاي في لعبه الشطرنج. اي موقف في الحياه هو بيقابله يقدر يتمثل في رقعه الشطرنج. نفس الطريقه اللي بيفكر فيها في حياته ان هو ازاي يفكر بمنطق، هو عشان يكسب لازم يعمل كده. هو في كل بوزيشن لازم في رولز معينه هو بيبقى عارفها، الرولز دي بيقيس بيها الموقف بتاعه، بيحلله ويعرف نقاط القوه والضعف عنده، وعلى اساس النقاط دي بيبتدي ان هو يعمل البلان بتاعته. بتاثر على حياته بقى، يعني انا من كلام حضرتك ان بيبقى الشخص متسرع في قراراته، يتأنى حتى في الحياة مش بس في اللعبة، تبقى نتيجة اللعبة أفكر كده وأدرس الموقف تكتيكيا عامل إزاي وأخد القرار. هو من ضمن القواعد في الشطرنج إن أنا ما ينفعش ألعب نقلة وأرجع فيها، وإن أنا لو لمست قطعة أنا مضطر ألعبها، قانون التاتش موف. ففكرة إن القرار اللي أنت هتاخده ده مش هينفع ترجع فيه، تبقى مسؤول عنه، مسؤول عنه ولازم تتحمله للآخر. ده ممكن ينعكس على حياتي يعني. بالظبط. فلازم أنا عشان أخد القرار دوت لازم في معطيات بقى لازم أستخدمها صح، علشان أقدر إن أنا أخد القرار الصح ده. صحيح. برضو عايز أسألك، يعني من سن كام يبتدي الولد أو البنت كأطفال يستوعبوا فكرة الشطرنج والقواعد الأساسية ليها؟ يعني إحنا من خلال الخبرة شوية في التدريب لاحظنا ان سن 6 هو انسب سن، يعني كل الناس في سن 6 بيقدروا ان هم يتعلموا الشطرنج. طبعا بيبقى في اقل من كده، يعني في حالات بتبقى 4.5 بيتعلموا الشطرنج، ودول بيبقى يعني في امل منهم بقى ان هم بسرعه يعملوا حاجه، لان هم بيتنافسوا على مستوى سن 6 سنين مثلا، فبيلعب بطوله العرب تحت 6 احسن ما يلعب بطوله العرب تحت 8. يعني يفرق ولد ولا بنت؟ الولاد اقوى شويه في الشطرنج من البنات، لاسباب ما لهاش علاقه بالعقل خالص، يعني اسباب علاقه بالاهتمامات. البنات بتبقى اهتماماتها مختلفه شويه، ففكره ان بنت بتلعب شطرنج حاليا دلوقتي بقت كتيره، وفكره ان البنت بتنافس في اصلا في الشطرنج بطولات للولاد بس وبطولات للبنات بس. ايوه. البنت من حقها ان هي تلعب في بطولات الولاد. ففكره ان بنت بتنافس الولاد دي بتبقى يعني مثيره شويه بالنسبه لهم، ان هم لا واخدها تحدي ازاي اكسبه في لعبه المفروض ان هو اشطر مني فيها. بالظبط. يعني احنا مثلا لما يكون في عندنا بنت مثلا طالعه تلعب بطوله العرب او بطوله افريقيا، احنا بنخليها تروح تلعب بطوله الولاد، لا انت هتدخلي معاهم، بتفضل تعاند معاهم، بعد شويه بتبقى بتكسبهم. طبع الولاد في سن صغير في العموم، ولاد او بنات يعني اقصد الاطفال، بيبقى ما عندهمش الصبر وبيحبوا التغيير كتير، يعني انك تقعدني ساعتين ثلاثه اربعه اعمل حاجه واحده بزهق ومل. فازاي برضو النقطه دي بيتدربوا عليها ويبقى طفل ويلاقيه قاعد كل الوقت ده على هو نفس جيم؟ يعني نفس الاطفال اللي هم كده العاب الموبايل برضو بتشدهم، وبيفضلوا يلعبوا على الموبايل بالساعتين وثلاثه وبيبقوا قاعدين عادي. اللي بيحصل ان الشطرنج بعد شهر او اتنين بيبتدي ان هو يعني هو الاول بيتعلم لعبه
بعد كده بيكتشف ان هو بيلعب حاجه تانية خالص، هو بيلعب حاجه يعني متعتها اكبر بكتير، بياخد فتره عقبال ما يدخل جواه يحبه. اول ما بيعمل كده هو مش عايز يقوم، لا انا عايز اقعد اتعلم، لان كمان وجود المنافسه والبطولات ده بيخليه لا يتحفز بقى ان انا يعني فكره ان انا عايز اتكرم واسافر والكلام ده كله. بقى لك نظره في الطفل اللي جاي يتعلم معاك مثلا من البدايه، ولا زي ما بتقول كده بعد شهر بعد اتنين ببتدي اشوف هو يعني ايه بقى قدراته؟ هل في حد ممكن تقول لا ده مش هينفع يكمل في اللعبه ولا ما حصلش ده؟ حتى الان لا يعني، بس اول ما بيجوا في ناس بيبان عليها ان هو استيعابه كويس وبيفهم بسرعه، بس مش دايما بيكون ده السبب ان هو يبقى بطل في اللعبه يعني. في مواهب كتير بيبان في البدايه ان ده موهبه وقدام شويه هيبقى حاجه، بس مع ان مفيش شغل او اهتمام بنلاقي ان في حد ممكن بقدرات اقل بعد فتره بيسبقوا بكتير بالتدريب. من مرحله البدايه الاحترافيه لو نقسم شطرنج المراحل ممكن نقسمه ازاي؟ مراحل الدور ولا مراحل لا يعني من مرحله ان انا ابتدي لحد ما اكون محترف. ما انا ممكن ابتدي وانافس اخويا في البيت يعني، ما العب مع اخواتي. هو تعليم الشطرنج اصلا يعني ممكن لو حد عايز يتعلم شطرنج ممكن في 10 دقايق بيعرف البيزكس. انا قصدي كده يعني اكيد في مرحله بدايه، في مرحله عاديه، وفي احترافيه. هل ما بينهم حاجه مثلا يدخل بطولات يعمل اي حاجه؟ هو ما بيدخلش مرحله الاحتراف دي اصلا غير لما بيبتدي ان هو يدخل البطولات اللي بتتعمل على مدار السنه في مصر. ايوه من خلال البطولات دي بينمو عنده حتة التنافس شوية، فبيبقى لا أنا عايز أبذل مجهود أكتر عشان عايز أحقق حاجات أكتر، فبيبتدي إحنا بنمشي معهم بستيبس، مناهج ستيبس. أي. في البداية بنعلمهم هو الشطرنج عموما بيقسم لثلاث حاجات، الحاجات أساسية وحاجات يعني شوية سيريس كده. الحاجات الأساسية هي الكالكوليشن، الحسابات، البوزيشنال بلاي ده بنسميه اللعب الموقفي، والاستراتيجيك بلاي. يعني عشان نبسطها شوية زي مثلا في الكورة الاستراتيجي هي الخطة العامة اللي أنا حاططها اللي هي 4-4-2 مثلا، البوزيشنال بلاي اللي هو كل لعيب المفروض يكون واقف فين في الموقف الفلاني، التاكتكس دي اللي هي ازاي لعيب بيخلص قدام الجون يعمل فينت ويحطها في البعيدة مثلا كده. صحيح. نفس الطريقة كده، فاحنا الأول بنبدأ معاهم بالمواقف التاكتكس دي، إن ازاي انت لما توصل لموقف مكسوب تعرف تخلصه. في البوزيشنال بلاي بنشتغل معاهم على فكرة انت ازاي ما تعملش الموقف بتاعك ويكنس ضعفات علشان ما يحصلش فيك التاكتكس دي. ايوه. الاستراتيجي بقى اللي هي انت ازاي تعمل يعني في البدايه هو بيبص لما حد يعني انا بقول له مثلا ايه، انت لو هو لعب معاك اوبننج سليم لعب معاك كويس، فانت دلوقتي قدامه جدار صلب هو باني دوره صح. فانت عشان تكسره انت هينفع تكسره وهو صلب ولا لازم تعمل له نقطه ضعف؟ تفتفته كده بالظبط، لازم تعمل له نقطه ضعف عشان لما تضرب بتهجم في الحته النقطه الضعيفه دي يكون هجومك فعال. فمن خلال الكلام ده بيعمل مانوفرز منورات ان يخلي الخصم اللي بيلعبه انه يعمل لنفسه ويكنس علشان لما اقدر انظم هجومي على الويكنس ده يكون ساعتها مفيش دفاع. دي خطه بقى كبيره يعني، دي بقى يعني دي مبار سنين بقى. ايوه. طب اللي عاوز يبتدي يعني اللي هي انا ممكن اعمل ايه عشان ادخل ولادي يلعبوا اللعبه دي؟ هل دلوقتي الموضوع بقى منتشر مثلا مركز شباب انديه بقى في المنتخب بيجمع الولاد وياخد منه الموهوبين، نبتدي ازاي؟ هو في البدايه في يعني حاليا دلوقتي في مثلا حوالي 3 اكاديميات في مصر كبار. منهم بيطلع المنتخب ده لان هم ماشيين بسيستم الاتحاد الدولي. فهو اوبشن من الاثنين، يا اما ان هو في الاول يكون عنده مدرب، يجيب مدرب مثلا يدرب الولد برايفت، او ان هو يدخل الاكاديميه في اي فرع يكون قريب ليه يعني. الاكاديميات دي في مصر نقلت الشطرنج شويه، احنا بقى لنا 3-4 سنين الاكاديميات عامله شغل جامد جدا. يعني ما غيرت مفهومه من مجرد لعبه مثلا في البيت كلنا عندنا شطرنج وبنتسلى بس يعني لمجرد التسليه. ما بقاش الشطرنج، زمان كان الشطرنج في القهاوي ولاعيبه مصر معدودين على الاصابع، انما حاليا دلوقتي المنافسه بقت شرسه جدا. احنا بندخل بطوله الجمهوريه كان زمان المرحله بيبقى فيها 10 مثلا وهو واحد بس بيطلع ياخد البطوله ويطلع بطوله العرب وافريقيا والعالم، فيرجع السنه اللي بعدها يكسبهم هم لان وحدك في خلال السنه دي وبيفضل هو الناشئ الاوحد في مصر. حاليا دلوقتي المنافسه صعبه جدا، بتبقى بنلاقي حتى ان في مثلا لاعب ممكن يكون عنده 11 سنه بيدخل يلعب بطوله الجمهوريه بدل ما يلعب في سنه بيلعب فوق سنه وياخدها منهم. ويسافر مكانهم ويطلع بقى على حسب كفاءته يعني، حسب المجهود يعني. احنا كمان كمدربين
احنا بنتاثر جامد يعني. انا ممكن ببقى صاحبي واحنا اتنين شغالين في التدريب, بس احنا اتنين شغالين ضد بعض والاتنين بيلعبوا بعض الناشئين بتوعنا, واحنا قاعدين من بره احنا متوترين جدا. طب هو المكسب بيجي بالتدريب الاكتر ولا فيها برضو موهوبين يعني, فيها محمد صلاح في اللعبه وفيها الخطيب هي وفيها محمد صلاح في اللعبه بس في التوب ليفل يعني, لحد ليفل معين موضوع الموهبه ده مش بيبقى هو الفارق يعني. الموهبه ممكن تخليني رقم واحد, رقم من اول عشرة مثلا, انما يعني قبل كده هبقى عادي في ال 11 وال 12. انت الصوره اللي على الشاشه دي دول بقى الولاد الحلوين انت حضرتك بتدربهم بقى. دول فرع بيفرلي هيلز. دول سنهم قد ايه مثلا؟ ده يحيى 6 سنين, يحيى ده كيفن اللي هو بطل افريقيا. ايوه اعتقد احنا قابلنا كيفن يمكن هنا. كيفن كان راجع من افريقيا معانا. دول الاولاد في الاكاديميه عندنا من خلال بطوله نادي الرحاب. احنا دايما بنحاول ان احنا نعمل بطولات عشان اللي احنا بنشرحه دوت يكون بيتطبق حاجه عملي بقى. يعني بالظبط. علشان للاسف البطولات في مصر مش كتير قوي, فاحنا عشان نكمبيت مع المستوى العربي والافريقي والعالمي حتى بنحتاج ان احنا نعمل لهم بطولات كتير علشان يحتكوا كتير, علشان حته الشطرنج دي تزرع فيهم اصلا, لان هم اول ما بيجوا بيبقوا جايين احنا جايين نتعلم لعبه الشطرنج, انما مش رياضه الشطرنج اللي هي محتاجه ابذل فيها مجهود واسافر واعمل حاجات كتير عشان اوصل ابقى بطل. في نوعيات من الاطفال بتبقى محتاجه تعامل خاص جدا يعني, مثلا بيجي لحضرتك طفل او اب وام يقولوا لك هو بيقعد على الموبايل في الجيمز بالساعات وبينسى نفسه ومش قادر يخرجه من الحته دي لاي حاجه تانية يلعبها, رافض اي حاجه ومهما عمل, ده بيبقى تشالنج بالنسبه لحضرتك اكيد يعني. اغلب اولياء الامور لما بيجوا بالولد بيبقى هو انا ما بيسيبش الموبايل. انا عايز حل, ده بيعالجه تمام يعني, ما بيبقاش مهتم بالالعاب بتاعه الموبايل دي كتير قوي وخلاص يعني. هو بيتعلم حاجه, في شطرنج دلوقتي على الموبايل, في شطرنج على الموبايل بس هو بيلاقي المتعه اكتر في المنافسه متهيألي يعني. هم بيحبوا يلعبوا يعني, هم يعني هو بيحبوا يلعبوا بايديهم, بيحبوا يلعبوا بايديهم. طيب والطفل اللي بيبقى ما عندوش ثقه في نفسه في العموم في الحياه في اي حاجه يعني, برضو ده بيبقى في البدايه صعب التعامل يعني. كل ما بقوله خطوه البدايه اللي بتبقى صعبه, لكن اعتقد بعد كده الموضوع بيبقى يعني حققت فيه نجاح. احنا كل ده بيحصل عندنا من غير ما احنا بنعمل حاجه يعني, احنا مش بنعمل حاجه علشان نخلصه من ان هو يبقى شاي والحاجات دي, لا. هو مجرد ما بيندمج وسط المجموعه ويبتدي بيلعب دور شطرنج بيجي لنا سبيشال كيسز بحاجات اصعب. ايوه ده اللي انا اقصده. ولا يعني بعد شويه بيبقوا يعني اغلب اللي بيجوا لنا من السبيشال كيسز دي بيبقى جرب كل الالعاب اللي في النادي. في بيبقى خجول, بيتكسف يتعامل مع حد, ما بيتكلمش مع حد, ما عندوش ثقه بنفسه. هي لعبه اصلا جاذبه للي شويه عنده نوع من الانطوائيه او الخجل بيلاقي في اللعبه نفسه, صح؟ لان هو مش محتاج ان هو يقعد يتكلم ويفسر ويقول حاجات كتير. بالظبط بالظبط ده اللي بيحصل عندنا. طب ايه حكايه ان هي لعبه الملوك يعني, اشمعنى يعني؟ والله الموضوع ده انا مش عارفه قوي يعني, ولكن يمكن بسبب الاخلاقيات اللي في اللعبه. احنا عندنا احترام المنافس, دي حاجه يعني ما ينفعش ان حتى تحريك القطع لازم تكون بتحرك القطع بالراحه وبتدوس على الساعه بالراحه. قبل الدور لازم نتسلم على بعض, وبعد الدور بنسلم على بعض ونرص القطع يعني. مفيش حد ممكن يخسر يوم رامي القطع, ده بيتوقف من البطوله يعني مفيش حد مثلا يخسر روح بقى وروح شادد كده بتاع ويتنرفز كده زي لعيبه الكوره, لا ممكن يتوقف يعني, يتوقف عن اللعب خالص. زي اللي كان يقفل الطاوله مثلا جامد ويسيبها ويقوم, ولا لا ده مش موجود عندنا. فيها اخلاقيات اللعبه يعني. لازم حتى يعني من اكتر الحاجات اللي بنعلمها ان انت بعد ما تكسب لازم اللي انت الخصم هو خسر بيتضايق لو قال لك مثلا كنت بكسب انا دوري احسن, انت كسبت كده وخلاص بالحظ وبتاع, لازم انت تتقبل الموضوع دوت وما تقولوش لا ده انا كسبتك يعني, احترمه ممكن يقول له كلام ايجابي كمان يعني, الدور كان حلو قوي انا غلبتك بصعوبه جدا. ده بيحصل اكتر من اللعيب اللي مستواه اعلى فعلا يعني اللعيب المستوى اعلى بيبقى واثق من نفسه وبيقدر فكره ان اللي قدامي دوت خسر في لعبه هي كمان بتتحدى العقل, فمفيش حد بيقبل على ان انت ازاي ممكن انت مخك مش احسن مني. فلازم ان انا اهديه ولازم ان انا اكون يعني مراعي المشاعر. تمام. طيب احنا عايزين نتكلم حضرتك بقى على البطوله بتاعه السنه دي يعني, نفهم عنها بقى يعني ايه شروط يعني. احنا عندنا شهر 6 و7 زامبيا في بطوله افريقيا للناشئين, وعندنا شهر 7 سوسه تونس,
العرب دي اللي هي من تسعة جورجيا دي اللي بتبقى من سن كام؟ 6 من العرب من 6 ل 18 افريقيا بتبقى من 8 ل 18 لسه ما ضافوش فئه 6 سنين تمام بيلعبوا فيها اللي تم تصفيتهم مثلا هنا في مصر كان زمان زي ما قلت لحضرتك قبل كده بطوله الجمهوريه هي عدد اللاعبين قليل البطل بتاع بطوله الجمهوريه هو اللي بيدخل المنتخب وهو اللي بيسافر الثلاث بطولات دي عرب وافريقيا وعالم كل سنه فبيرجع مستوى اعلى فيلاعبهم تاني ويكسبهم طب السنه دي هيسافر مين حد يعني من الشباب بيتفرج علينا وشايف في نفسه ان هو يقدر ينافس الناس دي كلها يروح فين في الاتحاد ليه صفحه على الفيسبوك هو بينزل عليها البطولات الاكاديميات ليهم صفحات بيعلنوا عنها على البطولات بس دلوقتي لا يعني الترشيح بيجي منين من الاتحاد ولا ترشيح بيجي من الاكاديميه عند حضرتك او من نادي معين بيرشح الاكاديميات ليها حق ان هي ليها حق دايركت ان هي ترشح حد من خلالها للبطولات دي ولكن الترشيح الاساسي اصلا بيبقى للاتحاد الترشيح ده عشان يجي اصلا زمان كان الاعتماد على بطوله الجمهوريه حاليا بقى في التصنيف الدولي وبقى في اللقب يعني وبرضه كل ده في لعيبه بتتساوى في الحاجات دي فالاتحاد بيضطر يعمل تصفيات بيعمل تصفيات لمده مثلا اسبوع اللعيبه كلها بتتجمع تحت 6 تحت 8 تحت 10 وبنات واولاد وبيلعبوا مع بعض التصفيات والاول هو اللي بيسافر مثلا افريقيا ممكن الثاني يسافر العرب ممكن الاول يسافر الاثنين حسب الاتحاد دايما بيدور على ان انا مصر لو ما خدتش المركز الاول كذهب كتوتال ذهب بيبقى عندنا مشكله احنا عندنا رياده اصلا في افريقيا والعرب فبيحاول ان هو يبقى ضامن الميداليه ان انا هودي اللي هيضمن لي الميداليه واعتقد الروح لما كان لاعب واحد بس هو اللي بيسافر ويلاعب ويرجع بمستواه افضل ويغلب كانت بتعمل حتى احباط لباقي الناس كانت بتبقى حاسه بالظلم انا شايفين انهم يقدروا فرصه ان انا طب انا هوصله ازاي صحيح ما العبش زيه بس انما حاليا دلوقتي لا المنافسه بقت صعبه جدا وبقى فكره ان انا خدت بطوله الجمهوريه وطلعت خدت افريقيا صعب ان انا برضو السنه اللي بعدها اسافر انا محتاج ان انا ابذل مجهود مضاعف علشان الناس دي برضو التانية دي بتتمرن انتوا بتصعبوها هنا يعني بتعلوا مستوى التدريب ممكن ساعات بتبقى بطوله مصر اصعب من افريقيا والعرب ياه علشان كده مثلا كيفن اول سنه لما سافرنا ناميبيا اخذ بطوله افريقيا تحت 10 سنين وكان بيتمرن بقاله سنه بس لما رجع السنه اللي بعدها احنا هو مسافر هو بقى سنه 12 ما سافرش تحت 12 هو سافر تحت 16 وخدها فهو دلوقتي بيدور السن الاكبر منه هو بيطلع يلعب مع بينافس العرب اللي تحت سن 16 ياه. فهو المره الجايه هو مش عايز يطلع تحت 16 عايز يكبر عايز يلعب تحت 20 عشان عايز وفي نفس الوقت عايز بقى يحقق حاجه على المستوى العالمي عشان بيلعب هنا الاصعب هو هنا بيلعب الاصعب طيب تقول ايه لكل الولاد والشباب اللي بيشوفونا دلوقتي اللي عندهم مهارات في اللعبه هو بيتدرب بشكل او باخر ازاي ينتمي الاكاديميه ازاي ينتمي لنادي ازاي يكون ممكن يدخل بطوله ان احنا كتير بنبقى شاطرين بس مش متخيلين ان احنا ممكن نوصل لبطوله وناخد ميداليات دوليه يعني دلوقتي الموضوع بقى اسهل شويه يعني هو اصلا مجرد ما يكتب على الفيسبوك على جوجل كلمة شطرنج بتجيله كل الحاجات اللي ليها علاقة بالشطرنج البطولات دلوقتي بقت أسهل وبقت أكتر شوية ينقصنا بس في مصر إن يكون يعني دلوقتي في أكاديميات وفي تدريب والأولاد مستواهم كويس في كل حاجة ناقصنا بس إن يكون في سبونسر للبطولات ممول بالظبط لأن البطولات بيبقى بتتكلف وما بتقدرش إن أنت تحمل تكلفة البطولة دي على الناس كل ما بتزود في الاشتراك في ظل الظروف دي ما بيبقاش الوضع كويس فلو في سبونسر للشطرنج ممكن نبقى زينا زي روسيا سهلها على الناس اكتر نبقى زينا زي روسيا زي الهند الهند مثلا دلوقتي في قانون يعني ليه الهند متطوره في الشطرنج بسبب ان في قانون عندهم ان الشركات مجبره ان هي تقدم دعم كجزء من الضرايب لدعم الرياضات الفرديه تمام كابتن شريف اشرف مدير الفني لمنتخب مصر للشطرنج نورتنا جدا بشكرك شكرا لوجود حضرتك معنا نورتنا وصباح الخير عليك مره ثانيه شكرا دلوقتي نخرج مع حضراتكم لفاصل وبعدها نرجع نشوف ازاي القانون بيحمي القاصر او الحدث بعد الفاصل